ازيكم يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين. دي اول مرة معاكم على اليوتيوب، هنقدم لكم افكار كتير. شجعوني لايك وشير. والنهاردة اول فكرة معاكم زرع ايكيا. زرع ايكيا بأقل الاسعار. لا ده كده ببلاش، مش اقل الاسعار. مين راح ايكيا ومعجبوش الزرع هناك؟ كلنا بنتهبل على جمال الزرع، بس للأسف اسعاره غالية جدا 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 جدا. النهارده هنعمل زرع ايكيا بالظبط وباقل التكاليف، تعالوا نشوفه ازاي. يلا نبدا. اول زرع معانا في ايكيا مشهوره جدا، وهنزل لكم الصور كمان عشان تشوفوا الصوره اللي احنا هنعملها اللي احنا هنعمله والصوره اللي في ايكيا وسعرها كام بالظبط. هنبدا باول حاجه، دي موت زرع فاضي عادي خالص، ثمنه 5 جنيه، ثمنه بس 5 جنيه، تمام. وعندنا زي دي نجيلة، تمام، مجموعة النجيلة ديت. وعندي ده زي الفل او بديل الفل للزرع. طيب هتقوليلي مثلا ايه؟ طب انا عندي ده، مش لازم الزرع، مش لازم الفل، ما قصرش معانا ولا اي حاجة، ما نقفش على حاجة واحنا بنشتغل. بمعنى اصح، في ناس كتير ما بتحبش الشغل اليدوي، بيقول ان هو لما باجي اشتغل وبكلفه بحس ان انا بدفع في ثمنه اكتر بكتير من ان انا اشتريه جاهز. ليه؟ لان احنا ما بنستخدمش بدائل. لازم نستخدم بدائل لاي حاجه، لازم نستخدم شغل اليدوي. عايز تستخدم الحاجات الموجوده في بيتك متوفره عندك، ممكن تطلعيها احلى كمان من انا اعملها. ليه؟ لان انا استخدمت عندك خامات انا مش عندي، فلازم نستخدم الخامات اللي ايه اللي موجوده عندنا. اول حاجه عندي الصوفه، هقطع النجيله ديت او الزرع ده. المجموعه دي يا جماعه مش غاليه خالص، المجموعه دي ما تتعداش ال 35 جنيه، ممكن ال 40 جنيه، مش فاكره سعرها بالظبط، بس انا هوريكم الصوره في ايكيا كام واحنا هنعملها بكام. دي الصفة. عندي نصيحة لأي حد بيحب الشغل ده، إنه كل فترة يجيب له أداة من أدوات دي ويرجع، ما ينزلش كده يتشجع ويتحمس وينزل يشتريهم كلهم مرة واحدة. لا، دي مرة الصوفة، دي مرة مسدس شمع. هتلاقي عندك إمكانيات طالما انت حابة وهاوية موضوع إنك تشتغلي في البيت وهتشتغلي ومش هكلفك، مش هتحسي بيهم اصلا. يعني الصفة دي تقريبا كنت شاريها ب 20-25 جنيه، مش اكتر، وفي انواع كمان اقل من كده، تمام. فبدل ما ان انا اجيب كل الادوات بتاعتي مع بعض وهتبقى تكلفة عليا، لا اجيب كل فترة ايه جزء. ولو مش عندي القصافة انا بقص برضو الزرع بالايه بالمقص عادي، تمام. ادي واحدة حابة ان انا الزقه بشم، الزقه بشم، مش حابه ان انا الزقه بشم ما لزقهوش، يعني هو كده كده في اللي تحت هيبقى ايه زيت. اوكي، هبدا ان انا ايه ارص النجيله بتاعتي والزرع الايه الاخضر كده. هنزلها تحت شوية، كل ما هنزلها تحت شوية او هقلل مستوى الفيل تحت، الزرع هيضم على بعضه وهيبان اكثر. كل ما هيبقى عالي كل ما هيبان ان هو هيبقى محتاج مني مجاميع ايه اكتر. بصوا يا جماعة، بصوا الشكل، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال؟ بصوا هزود لها بقى الشكل بالظبط اللي موجود في ايكيا بحاجه بسيطه قوي. هو ده شكل موجود كده كده في ايكيا، بس مش محتاج اي حاجه تانيه. في حاجه كمان موجوده زرع وسعرها هوريكم صورتها ازاي وسعرها كام. ده شايفين ده اللي بيبقى موجود في الغله، بيطلع مع الغله، معرفش اسمه ايه بالظبط بامانه. ده موجود كتير، في ناس كتير بتبيعه دلوقتي، بس انا
اخواتي بامان اللي جايبها من ارض زراعيه. تمام، تعالوا بقى نثبتها في الزرعه بتاعتنا عشان نكملها زي ايكيا بالظبط. السنابل دي تحت كده شايفين منظر، مش هكتر منها، هي دوبك كام واحده بس، وهوريكوا شكلها. زرعه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. يلا تاني بوت زرع عجبني جدا في ايكيا، وهو ده كان السبب فكره اصلا الحلقه. ايه البوت بقى؟ بصوا يا جماعه برضو نفس الفكره، هات البوت وحطيت فيها الفل العادي بتاعي. ده كان بوت زي ما قلت لكم اللي عجبني، هو بالشكل ده بالظبط في ايكيا، بس هو جديد عشان كده معرفتش اجيب الصوره بتاعت الورطة من الملكة من الموقع بتاعهم. كل اللي انا هعمله في دي ان انا هقصرها، يعني ده طولها كله هو هقص منها بس جزء بسيط كده. تمام، واحط الفل، مش هعمل اكتر من كده لان هو الورقه بتاعته متقسمه بس. وهفرد الورق بتاعها مش كده بس يا جماعه، شايفين منظرها؟ البوت ده بالظبط موجود كده في ايكيا 150 جنيه. تالت واحد معانا دلوقتي هو بسيط جدا، ده بما ان انا كنت شاريه جاهز، بوت جاهز خالص في بوت البلاستيك دوت عادي. هو عباره عن يا دوبك فرعين بالظبط وملزوقين. تمام، انا هغير فيه حاجه سهله جدا اللي هو ان انا جبت العصريه الفخار ديت او البوت الفخار ده وهحطه فيها كده بس. شفتوا غيرت شكلها بقت عامله ازاي؟ تحفه، ما كلفتنيش اكتر من 15-20 جنيه. ايه رايكم؟ طريقه سهله جدا وبسيطه برضو. مهم دي كده الاشكال زي ما كانت موجوده في ايكيا بالظبط. انا هعمل لمسه زياده، ده شريط المتر منه ب5 جنيه. تمام، شكل ورق الشجر كده، هقص منه حته وهلزقها على البوت من تحت كشكل بس ايه اضافي تغيير. انا حابه ان هو يبقى ايه بالشكل ده. هلزق بس الطرف بتاعه كده ولفها على البوت كده ونوصل لجات هنا بداية برضو وايه هلزق بس شكلها كده ايه لذيذة. بصوا يا جماعة بقى، في تلت صبرات كده موجودة في ايكيا ما عجبنيش قوي لان هو بلاستيك، او ظهر ان هو بلاستيك وغالي على الفاضي، وحتى البوت بتاعه بلاستيك. دي بورسلين انا كنت جايباها من ضرب البرابلو، وفي كل اشكال ايكيا موجودة متوفرة فيها. تمام، بس ديت يعني ايه حاسه انها اكتر طبيعيه، وحتى بورسلين وفحم وحاجات وحجاره، فشكلها شيك وسعرها لا يذكر بالنسبه لايكيا. اتمنى ان انا فكرتي النهارده تكون عجبتكم. وبالنسبه للناس اللي بتسال عن الزرع دوت، انا كنت جايباه من محل اسمه فهد في ضرب البرابرة، عايزين اصور عنده قولولي وانا اصوره لكم. باي باي.